مواصلين استضافتنا وموضوع الساعه كوفيد 19 الفيروس كورونا تخوف من موجه ثانيه. الحقيقه اليوم 100 في الحجر الصحي بالنسبه للوافدين خاصه بدينا نشوفوا في بعض الحالات الجديده. هذا الكل باش نرجعوا باكثر تفاصيل مع الدكتور سمير عبد المؤمن واللي هو عضو اللجنه الوطنيه لمحاربه فيروس كورونا. صباح الورد، اهلا وسهلا. نهاركم زين ونهار سعيد لمستمعين التلفزيون الوطنيه. يعيشك دكتور. الحقيقه احنا انت كنت معنا اول حاله واول مجموعه جات وكنا فخورين والحقيقه فرحانين برشا انك تكون زاد اليوم معنا، لانه الحقيقه قد ما نشكروكم الجيش الابيض وشويه لان وقفه كبيره برشا اليوم، مكتسبات كبيره برشا لبلادنا ما يلزمناش نضيعوها. لذا اليوم يلزمنا نحكيو ونواجهوا معناتها هالفيروس هالحرب الكبيره، على خاطرها بالحق حرب يلزم اليوم التوانسه يعرفوا راهو ماهيش ما ربحناش 100%. مش نقول ربحنا 100%، لا ربحنا معناها خطينا شوط الحمد لله، خطينا مشوار كبير ياسر وعنده قيمته مشوار هذايا، ولكن راهو كيما القرايه اكزامان ورا اكزامان، ديما يلزمك متفوق ديما تكون على قدام وما تخسرش بالتوالي. ولذا مازال احنا عندنا ثم اشكاليات مازالت موجوده، ما تعرف اللي ثم ناس مازالت عندهم الفيروس يدوروا في البلاد، فما ناس جايين والخطر في العالم كيما في تونس في العالم بصفه كبيره برشا. ويلزمنا نردوا بالنا، فما بلدان قريبه لنا ويجيو منها وعندهم العدوى، نشوفوا الحالات الاخرين كلهم اغلبيتهم نفس المناطق، فهمتي؟ لازم نردوا بالنا. وانا تو نسمعوا حتى في حاجات من نوع بنيه خرجت كما البارح هذاك باش نقول لك من الحجر الصحي ومشات العرس معناتها بالحق شيء اسف. كي تعمل انت كي تاخذ اجراءات مهما كانت تاخذها الاجراءات خذ كيما تحب، المهم الاجراءات عندك اليه لمراقبتها تراقب وآلية لجزر ومعاقبة الناس اللي ما تفقهش. هو دكتور اللي نعرفه اللي وقت يوصلوا في الحجر الصحي يصحوا على التزام ويعرفوا علاش قادمين، معناتها عندي أنا صديقة كانت في البرة ورجعت وقالت لي راني معناتها فما في يظل في 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 وقت يصحوا على الورقة هذه أو الالتزام هذايا فيها حتى الخطايا دينار لا وتوصل للحبس 6 أشهر، معناتها قالت لي ما لزمش يعني يلزمني نكون منضبطة ونسأل فيها على التيست اللي عملتهم وكل والحمد لله هي نيجاتيف وكل، وهي ديجا طبيبه معناتها وملتزمه بالحجر الصحي وملتزمه قالت لي ما نجم نرجع وما نجم كم نكمل الحجر نتاعي وكم نزيد نكمل. طبيبه اش باش تقول لي معناتها هذه من الدومين وفاهمه وكل هذا واجب، هذا اليوم واجب كل تونسي، معناتها مش معقول احنا تو باش نستناو في التوانسه مرحبا بهم في تونس، معناتها بالحق معناتها جينا فتره هي مشكله الصيف سخانه والتراخي بطبيعته في الصيف التراخي ديجا بدينا نشوفوا فيه التراخي من قبل ما الصيف، معناتها دكتور الحقيقه نبداو برواحنا، انا واحده من الناس نقولها بصراحه بالنسبه للكمامات وللرجال عندي اما ساعات ننسى كي ممكن كي نشوف نخزر العباد مراش البافيت مراش مش معناتها بالحق. هو اليوم يلزمنا كل واحد يذكر صاحبه كل واحد يمكن العائلات الصغار اللي احنا خليناهم في الدار اليوم ما يقراوش راهو ما يقراوش ما يلزمهمش يخرجوا من الدار شوفوا الصغار في الشارع. صحيح انا البارح خرجت انا وبنتي للمرسى كنت نعمل دوره بركيت روحي انا وبنتي بركه كهو لابسين كمامات عالميات لين قلت لها نحسبوا الاثنين شكون فما كان راجل كبير بركه يمكن على 1000 ولا 2000 في المرسى يدور حتى حد ما لابس كمامة شيء يوجع القلب. تعرف انت تقول لي القانون التزام بالقانون صحيح الناس كل التزموا تطبيق ولكن شوف الناس اللي تحرق اللي في الشارع شوف الناس اللي مخترقه القانون صحيح. الشعب معناها التونسي مالوريزمون عنده هاك المونتاليتي اخترق ما يحبش ينضبط دكتور هو مش تخويف اما اليوم بالحق خنحطوا كل واحد امامه معناتها امامه مسؤوليته راهو ماهيش تفديك الفيروس خاطر العباد باقي احنا لا لاباس واحنا يظهر لي عندها ديزونتيكور معناتها بالله نفسروا دكتور فسر لهم معناتها علميا اللي مازال حتى الابحاث اللي قاعده تصير راهو يلزم السيكل. انا كنت معايا الدكتوره موجوده معايا وهي مشاركه في لجنه مع باحثين في اسبانيا فسرت اللي هو دكتورة عبير مستيري الحقيقة ونقدم لها تحية قالت لي راهو الفيروس ديجا يلزم يعمل السيكل نتاعو من ديسمبر لديسمبر ديجا باش نعرفوا قد الخصوصيات نتاعو نجموا نتعرفوا عليه أكثر كيفاش يتغير هل تغير في تونس ولا ما تغيرش معناتها بالحق يلزمنا نصحوا المعلومة. البحوث الأخرى اللي عملوها على ليزانتيكور في تونس
ظهرت مثلا مش معناها ريال مونت وانسى انا ما وقعتش عرض كبيره برشا باش نعملوا عليها. دكتور الناس تحكي تقول لك احنا ناكلوا في الهريسه واحنا ناكلوا في اللبلابي واحنا ناكلوا في العصبان واحنا ناكلوا في اي ما عنده حتى علاقه. ايش نقول لك انا تو عدد الاموات قاعدين يزيدوا في العالم، عدد العدوى تزيد بعد ما نقصت والوفيات قاعده تزيد. دكتور اللي صار في الصين البارح هل انه مؤشر خطير؟ مؤشر خطير صحيح على خاطر عودت في منطقه اللي هي مش موجوده فيها كونتون دو بيكان. مي اخر كلام سمعناه اللي صار في بيكان ابارامون عدوى جاتهم من برا من اوروبا. اللي كا هذوما جاو من اوروبا يعني عدوى اكستيريور جاتهم حسب اللي يقولوا للشينوا اكتوال. نعم. يعني تنجم ترجع لك العدوى من برا كيما جات المره الاولى ترجع لك المره الثانيه نفس الحكايه. دكتور فما يذولي ارتيكل تصححني كان غلطه شفته البارح يذولي فما حكايه متعلقه باكل السومون هكا جديده هذه ما نعرفش صحيحه ولا غلطه. بيساش دكتور خاطر انا راني نحط روحي في بلاصه الناس اللي قاعده تشاهد فينا خاطر برشا معلومات ولازمنا نغربلو لانتوكس صحيح. او لونكيت الاول رقاوه في السكاكن في مرشي في بيكان. السكاكن اللي يقصوا على اللوحه اللي يقصوا السمو لقاو الفيروس غاديك. فهمتي هذايا اي ولكن ينجم يكون من اللي يدير خاطر نعرفوا اي خاطر نعرفوا هذا بحث اولي يعني بحث اولي ما ينجمش تك عليه. اما راهو فما برشا بلدان قاعده راجعه قوه. شوفوا موريتانيا بحثنا غرقت بالاسف الجزائر عاودت شويه المغرب استهبل ما حبش يطيح ريالمون فرنسا يا يو دي كا معناها رجعوا ايطاليا كيف كيف في روما في روما دو كلوستر كبار في روما معناها واحد في النور دوغام واحد في السود دوغام يعني فما معناها فما قاعده ترجع في بعض البلاد في الخليج هذاك حدث ولا حرج معناها واحد السعوديه البارحه 4500 حاله 4500 ربي يلطف بينا يا ربي بالانسانيه جماعه اليوم لا ما نحكيوش نحكيو على الانسان بصفه عامه لا نحكيو على دين وعلى ولا على لون ولا على اصل ولا حتى شيء. اليوم الانسان مهدد بهالفيروس ان شاء الله ان شاء الله نتوسطوا للفاكسان يقول لي ما عندنا حتى حل كان الفاكسان الفاكسان مازال شويه لكن اليوم برشا بلدان متقدمه ان شاء الله اي ان شاء الله يا ربي لكن على الاقل احنا نعرفوا امكانياتنا زاد نعرفوا امكانيات بلادنا مثال زاد نقرر ردوا بينا زاد نعاونوا شويه زاد دولتنا ونعاونوا رواحنا اليوم دكتور البلدان هذوما عندهم اللي يجموا يحلوا عندهم طاقه استشفائيه وطاقه نتاع كبيره برشا. احنا الناس كل تعرف اللي الطاقه نتاعنا معناها محدوده معناها مستشفياتنا نعرفوا طاقتها ونعرفوا جرمنا كما نقولوها احنا بالله نعرفوا جرمنا. اي دكتور باش نفتح قوس هو الحقيقه انا اتصلت بك كنا على اساس البارح باش نجيب حدانا قلت لي عندنا كوميسيون باش نشريوا الماتريال فرحت الحق. صحيح. على الاقل خلي باش التوانسه اللي يعرفوا لي 18 18 راهي الاموال اللي ترصدت والاموال اللي تبرعتوا بها راهي قاعده الحمد لله ماشي في بلاصتها دكتور في بقعتها عطينا تمشي في بقعتها في الحاجات اللي لقيناها ناقصه في الحاجات اللي لقيناها مش كامله نكملوا تم تجهيزات كبيره قاعده تتشرى حاليا وثم دي كوميسيون بارتو في الوزاره ونتلموا ثلاث مرات حتى في النهار معناها باش توا باش يخرجوا لي مارشي هذوما معناها في لي زاكيزيسيون دو ماتريال اللي ان شاء الله لا قدر ان شاء الله من هنا لشهرين ثلاثه كان تلقى حاجه يكون عندنا معناها عندنا باش نقاوموا باش نقاوموا باش ما نوصلوش ان شاء الله يا ربي اخف الاضرار. دكتور اليوم شنو النداء اللي تقدموا للتوانسه الحقيقه وانت من بين معناتها الناس اللي اعلاميا على الاقل ولينا نعرفوك دكتور وكل ومع مدام نساف ومع سي شكري معكم الكل 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 الطب الكل معناتها بالحق اليوم شكرا الف شكر ليكم الناس اللي تخدم الكل في الاطار شبه الطبي كل انسان واقع ويحاول انه اليوم يعاون التوانسه بطبيعه في صحتهم والصحه هي راس المال. اليوم شنو النجم تقول؟ والله نقول لك ساعه نشكرك لا مرحبا هذه اقل وراي مسؤوليه راي ماهيش حاجه سهله الناس متصورها ماهيش حاجه سهله راي مسؤوليه الكلمه تتقال راي تتقيد على عبد تتقيد عليه ومسؤوليه كبيره. اما شنو نقول للناس؟ احنا نجحنا بحاجه نجحنا انضباط نجحنا تلاحم ناس لحمت مع بعضها الجمعيات صحيح. الحكومه الشعب المواطنين الصحافه اللي عدات معناها حقيقه كانت في مستوى كبير ياسر تاع توعيه الناس هذايا واجبنا هذايا نعملوا هذاك اللي نجحنا به نجموا نعاودوا مهما اللي تاخذوا قرارات نجموا نعاودوا ننجحوا به هذاك اكل اللحمه نسمعوا الكلام ننضبطوا ضحيوا شويه. انا مثلا عندي بنتي في فرنسا قلت لها ما تجيش ما تروحش خويا قلت له ما تروحش كيف كيف
مش لازم مش لازم نحاولوا نضحيوا شويه ما نساليش ان شاء الله في الخريف ان شاء الله في الخريف يكونوا احسن اي ان شاء الله نضحيوا شويه على بلادنا الا اللي عنده بتاتر اوبليغاسيون يزمو جي نضحيوا ونلتزموا ومهما اللي ناخذوه قرارات نجموا ننجحوا كان نلتزموا كان نلتزموا ننجحوا نعم بالنسبه للناس اللي في الحجر اليوم واللي عندها عائلات شنو المطلوب منهم والا شنو رساله نجم تقدمها لهم خاطر تعرف فما ولده ولا بنته مشات لوتيل مثلا في الحجر يحب يمشي يقابل يحب يمشي شو معناتها وقت تعرف وساعات يصير الانفلات هذا ما نجموش ننكروا قول له راهي مسؤوليه حسبها مازالت البر هكا بالتليفون تكلمك هكا بسكاي تكلمك هكا تنجم تهز لها امتي كولي تحبش سبور ولا تحبش حوايج ولا تحبش كلي يو اس بي ولا اي حاجه اما باش تقابل لا مش معقول معناها باهي دكتور بالنسبه للبحر السناء للعمان وبالنسبه للحجر الذاتي هذا اللي تم اقراره بالحقيقه احنا البارح كنا شفنا الكونفرنس دو بريس الندوه الصحفيه اللي قدمتها من وزاره الصحه قدمها السيد وزير الصحه سي عبد اللطيف المكي شفنا معناتها بعض الاجراءات وكل كان زيد تفسر لنا اكثر هو سي سمير الورغي اللي هو سي سمير يعطيه الصحه زاد اي حمايه المحيط ولا والنظافة والبيئة في وزارة الصحة سمى 23 بحر 23 بحر راهم يعوموش ما انتاش معناها مصبيت نتاع وسخ مصبيت معناها المصلحة ولكن الحمد لله اللي السنة البحورات نتاعنا خير برشا من عملنا 60% 70% ان شاء الله نقدموا قاعدة ان شاء الله يا رب نحبوا الشعب يتفرهد شكون ما يحبش يتفرهد الناس كل تحب تتفرهد وانا بيدي ماذا بيا ماذا بينا نمشيو للبحر بالطبيعة بل بالعكس راهو المورال دان بوبل أنتي حاجة هامة ياسر تخليه يقاوم حتى أي مرض خلينا نقاوموا خير كيف المورال نتاعنا باهي ومفرهدين ولكن الانضباط ديما امبورتون أنا مش تمشي البحر كل واحد بقعته كل واحد شيزلونج نتاعو كل واحد ما شفته وحده ما يحاولوش يلعبوا بالكورة ولا بالرمل يمسوا بعضهم هكا في البحر يعوموا ووسائل النقل كي يركبوا في وسائل النقل ردوا بالهم فهمتني مش معناها تنجم انت في كرهبتك وحدك ما تحطش الماسك نفهمها نعم اما البر يلزمك تحط يعني بالنسبه للتيست دكتور فما اللي عملوا التيست في 72 ساعة معناتها نيجاتيف صحيح. لكن بعد نلقاو بوزيتيف صحيح. موجود اي كيفاش نعملوا هذا شوف ساعه ثم حاجتي انا نحب نوصل ميساج اللي انت راكي تعمل تيست توا تو نيجاتيف اوكي توا انستانت تي زيرو اي بعد بساعه يخرج واحد يعديك تطلع تحليلتك نيجاتيف وبعد 4 أيام تظهر العوارض عليك وتطلع بوزيتيف انا ما نتصورش المخابر الموجوده في الخليج الناس اللي تتهم فيهم تعطي في تحاليل مغلوطه لا نعرف اللي حسب اللي مشيت البلدان هذوما الناس تري سيريو يعطيو حاجات ريمون فيابل صحيح معناها يعني انا نبصم عليهم اما 100% الناس هذوما مش يكونوا تحت الاختلاط في المطار الاختلاط نهار طياره جوز طيارات جاء واحده من السعوديه واحده من الامارات 500 تلموا يستنوا في الباجاج نتاعهم في تونس هاجم وقتها تعدام واحد بركة يعطيهم الكل تعدام ويظهروا بعد بجمعه اي صحيح جابوهم نيجاتيف في ايديهم ميساج الثاني نحب نقوله اللي راهو فما برشا شكايات نحب نوصلها فما برشا ناس شكات لي قالوا لي راهو كي نمشيو للابوراتوار بالاخص في فرنسا وفي اوروبا ونطلبوهم في تحليل قبل 72 ساعة ما يجموش يحضروا لهم تحليل قبل 72 ساعة يحضروا 4-5 أيام يقعدوا باش يحضر التحليل دونك لازمنا نقراو حساب زاد المواطنين اللي ممكن يجيو وما نجموش يجيبوا التحليل نتاعهم نقراو لهم حسابهم يا ما نحلوا لهم احنا اي تيست رابيد هذاك بتاعنا ونعاودوا لهم بعد بجمعه ولا قول محل يعني شكرا لك دكتور يعطيك الصحة شكرا عطيتنا من وقتك نعرف لي وقتك مهم برشا وضيقوا في الوقت هذايا وإحنا في الأزمة هذايا معناتها إحنا معولين عليك ومعولين على الأطباء متاعنا شكرا إحنا إن شاء الله نكونوا اللي قدمناه لكم اليوم على الأقل فسرنا لكم أكثر المخاوف من هالموجة ومن فيروس كورونا ومن الكوفيد 19 وإن شاء الله نتجاوزوها يا ربي هالمحنة هذايا إحنا تو باش نمشي وبحث الشيف أسمى وبعدها إن شاء الله باش تكون عنا فقرة في الميزان عسلامة مرة أخرى ورجعنا لكم بعد ما عملنا البوشاج نتاع البتي فور نتاعنا وخليته يشيح كما قلت أنتم يلزمكم تبيتوه ليلة أنا باش نخليه سبيعتين إن شاء الله يتشمع هوني بالمناسبة نحب نحيي تحية كبيرة وخاصة الحبيب بالعيد من بوفيشة نحب نقول لها إن شاء الله ديما وأنت حية بخير وربي يطول في عمرك ويخليك ويعطيك برشا صحة وبرشا حب ونبوسك بوسة كبيرة واللمة هات اللي تفرجوا فينا الكل 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 واللي مساجاتكم هكا غامرتني برشا برشا حب وتحت فيها في برشا موجات إيجابية
باهي نرجع اليوم لفطورنا اللي هو المقرونة بالصلصة اللي كيما حكيت البارح بديت مش بديت فيه جيت باش نعملها علنتها من بعد لي كونفيرونس دو بريس هكا طولت شوية خليتها لليوم ميو كو اني نعملها لكم مستعجلة. نعرف برشا يتفرجوا يقول لك يا اخي توا شنو باش نعملوا مقرونة اي مقرونة خاطر الميساجات وكمل هي الميساجات اللي جاوني على الحاجات البازيك هو كيما قلت ونعاود نقول خليني الشهر هذايا نركز على لي زابيسي نتاع كوجينتنا الكوجينة التونسية وشوية شوية هكا نعملوا عالمية مي نعاود ونقول نبداو بالاصل اللي نعملوه صحيح من بعد ما يصعب علينا حتى شيء. مقرونه بالصلصه هي البلا اللي يعشقوه الكبار والصغار والناس الكل سون اكسبسيون معناها فريمون الصغار باش تلقى شكون ما يحبش مقرونه بالصلصه. على هذاك برشا تقول لك نحبها تجيني مقرونه اللي كي ياكلوها يقولوا بنينه برشا ونحبها كي مقرونه امي ولا كي مقرونه حميتي ولا صاحبتي ولا راهي المقرونه في الريستورون الفلاني تعجبني برشا وانا قد ما نعمل ما تجينيش. يمكن هوني اللبس والحاجه اللي ديما تغلطكم هي الطماطم التكنيك هي ديما نقولها ونتحمس قوليتي راهم التكنيك حتى في البلاوات العربي لازمهم يكونوا ابليكابل معناها وقت تفهم شنو هي الحاجه اللي تنجح راهو عمرك ما تفشل الا تعرف الفشل سبب نتاعو شنو. المقرونه عندك حاجتين في الماكله نتاعنا العربي الكل عندك ديما نقول المرقان معناها انك تمرق بطريقه غلطه انك تعوم الطنجره بالماء وتبدا تستنى فيها باش تنشف هذيك ولا عمره باش تنجح لنا الطبق نتاعنا هذيك الاولى. الثانيه الطماطم راهي ما تتنحى في الاطباق ما نحكيش على شوربه نحكي في طبق اللي يكون فيه كميه طماطم كبيره هذوكم راهو عمره ما كانت بيان سور هذيك ميزا باغ لا كاليتي نتاع الطماطم انها تكون خايبه هذيك امر مفروغ منه اما راهو عمره ما كان مثلا الحاجه نقولوا احنا المطمطمه على خاطر كميه طماطم كبيره لا ابار تنجم تكون حتى صغيره وتجي مطمطمه كيفاه وقت اللي نمرقوا بالبارد وقت اللي ما نقليوش الطماطم تقول لي احنا صحيا ما ناكلوش المقلي باه ما تاكلوش المقلي نقليه بس الماء سخون اش معناها في بلاصه كي نصبوا الزيت صبوا معاه ماء يغلي يلزم الطماطم تهبط في حاجه تغلي باش يتنحى اكل الاسيد نتاعها وباش تتنحى اكل القروسيه هذيك اللي تفشل لنا الطبق نتاعنا. من بعد اي فيح نحطوه نحسوا الطماطم هذيك تغلب قد ما تفوح قد ما تشخشخ المقرونه مش بتجيب لنا ولا اي طبق مش بتجيب لنا. حاجه اخرى تقول لك انا قد ما عملتها ما قرتليش الزيت نتاعها هذاك راه مربوط بالمرقان خاطرك انت عوامتها بالماء مش هيك الزيت هذاك الى ديسباغو معناها باش يعاود يخرجهولك من بعد عاد تولي عمليه شوك الخطا نقص تراخذها هكا شويه ما حبش وتقعد تزيد تعطيها وقت اكثر منه لين اللحم يتفتفت لين الطماطم هذيك تتبدل لونها وتمشي الصوص نتاعنا للكحوليه ساعات وانت تستنى انها تنشف وانها تسيب. احنا علاش هذا الكل شويه عقل شويه هكا ديما نقولها شويه محبه يا سيدي للطنجر وسع بالك عليها واعطيها هكا شويه برشا مش صب 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 وعبي بالماء ونمشي وباش نغسل الصابون وباش نوصل صغار للمكتب ونجي نزل نلقى الطنجره مازال تعوم بالماء. لا ميساج الديبار اعمله صحيح من بعد ما عادش تخاف عليها. وفما معلومه اخرى مغلوطه انه اللحم شعل عليه من 8 نتاع الصباح باش نفطروه عند الاول. لا اذا كان تعطيه الشوك صحيحه كيما المسلم تاع نهارتها بالوقت بالمنقلب ساعة غير بون فوندون اللحم مي كي تعرف كيفاش تعطيه الشوك كيفاش تعاود ترخيه وتعرف راهي كيما نقول ونعاود راهي الطنجره حبها يا سيدي ما تحبش تحب الكوزينه حب الاشخاص اللي قاعده تطيب لهم اذا كان زوج ولا ام ولا بنت ولا خو ولا اخت يا سيدي حبهم وابدا هكا طيب وانت تتخيل فيهم كيفاش باش يتبنوا وحتى ولو كانت مقرونه ولو انه انا نجزم نقول اللي مش ماكلتها العاديه بنينه زايد ناكل منها والا زايد تعجبني التصنيف نتاعها. هوني اش عملت انا البارح بديت كالعاده ولا تقطعنا عاده كيما في الليسوس الكل الديبار نتاعي معناها كيما في الروز كيما في الكسكسي ديما نقلي قرنين فلفل في الزيت. هوني باش نعطيكم الكميه نتاع الطل معناها بالحق للي اول مره باش يطيب للعرايس للمواطنين بالخارج للاولاد اللي يتفرجوا فينا للطلبه اللي وحدهم يحبوا يطيبوا ان شاء الله ربي يرد غربتكم التحيه لجاليتنا بالخارج محليكم زادوا محلى مساجاتكم الله يرد غربتكم. اول حاجه نعملوها نقليو قليت قرنين الفلفل في الزيت هذايا نفسه هو الزيت اللي باش نطيب فيه. شنو باش نستحق لهنا؟ انا هوني باش نعمل مقرونه بالعلوشه كي باش تعملوها انتم بالدجاج والا بالبقري هاكا تزيدوا التابل والكرويه. باهي هوني عندي مغرفه فلفل احمر صافي ما معاه حتى شيء، عندي هوني مغرفه صغيرونه هريسه عربي اللي هي هوني الهريسه العربي الصافيه اللي قلت لكم عليها اللي نرحيها جوست للتطيب لا فيها لا تابل لا كرويه لا ثوم لا شيء ابار انه فلفل شايح وملح وشويه زيت. هنا عندي ثوم نص راس هذايا، الراس هذايا قسمته في اثنين كالعاده هذايا لومبخانت نتاعي، نص الراس فرمته والنص خليته كيما هو، عندي هنا قرن فلفل شايح وعندي رند وعندي هنا عرطل ثلاثه مغارف طماطم معجونه كيما تراو فيهم ثلاثه طماطم معجونه. باهي هوني
ثاني يمكن انتبهتوا، انا بصله، انا راني مقرونه بصل، انا ما نحطش طنجره على الغاز من غير بصل، نحط الراس كيما هو من بعد نطيشه، والا كان فاحنا عندنا شكون في العائله يحبوا ياكلوه يبدا فوندوم بلي برشا نخليها وكي ياكلوه. اما راهو يمتص قوه اللحم كلها، ولا غالبيعتي بان عندي انا طنجره ما تجيش من غير بصل. باهي، وهنا اللحم نتاعي هذا من البارح بيته مفوح، وانتم زاد قبل بساعتين كالعاده من غير زيت، الزيت كما قلت لكم راهو يشمع لنا اللحم نتاعنا وما عادش يشرب الفاح، ملح فلفل اكحل شويه كركم ديما فوق اللحم. باهي، حطيت هنا الزيت يسخن، اول حاجه باش نحط البصله، نعاود نرجع نقوي فيه شويه نار، حطيت الزيت حطيت البصله، وباش نحط الطماطم معجونه كيما قلت ما نحطوش الطماطم واللحم مع بعضهم على خاطر اللحم باش يسيب الماء نتاعو والماء نتاعو بارد، وباش ما يخليش الطماطم نتاعنا تتقلى. هوني حطيت البصله، هنا عندنا عرطل كيما قلت لكم ثلاثه مغارف طماطم معجونه باش نخليهم يتقلاو شويه، نخرج الملح والفلفل الاحل. هو انا اللحم نتاعي ملحته، اما بيان سور في الـ في الـ في في الديباغ في الزيت يلزمني رشه صغيرونه ملح، رشه صغيرونه فلفل اكحل، ونقلي الطماطم. باهي، ردوا بالنا راهو مش معناها نقليو معناها نحرقوا الطماطم والا نحرقوا البصل والا نحرقوا الثوم. كيفاش نعرفوا اللي الطماطم تاعنا تقليت؟ وقت اللي الزيت نتاعنا يتبدل لونه يبدا ماشي للحموريه، هوني هو بدا يتقلى، وانا باش نحط شويه الهريسه باش نحط شويه ثوم. هوني حشنا بس الزيت نتاعنا اللون نتاعو يتبدل، وهنا باش نرجع القرون الفلفل باش يزيدوا ياخذوا تقليه معاهم، ريحه بنينه على الاخر، الفلفل يسيب الزيت نتاعو اكل بنين، ويزيد هو ياخذ من هكا الزيت المزيان، ونبقى هكا نقلي شويه لين كما قلت لكم يتبدل اللون نتاع الزيت نتاعي. هوني باش نحط شطر البصله هذيا، بيان سور حاجتي بها حتى هي باش تتلون وباش تعطيني المنظر، نحطو هكا على وجهها ونخليها يتقلى. شطر الثومة، شكرا شكرا سيدة مخرجة، شكرا نجوم، شطر الثومة مش شطر البصلة. باهي، باش نخرج الفلفل، نفس المراحل لأي مقرونة باش تطيبوها، نخلي هوني برشا في التقلية الأولانية يحرقوا الزيت يتحرق ويتحرق البصل، من بعد الماكلة يجي فيها كمطعم مش بنينة نتاع كيشيات هكا شوية يغلقوا ماهيش بنينة، وتجينا لونها كحلة، الماكلة تجينا لونها كحلة ما تجيش حمراء مزيانة. باهي هوني تو باش نحي الفلفل، بيان سور من بعد باش نزين بيه. باش نوريكم لون الزيت كيفاش نعرف اللي هي تقليت، ما عادش نخاف على الزيت نتاعنا، الزيت نتاعنا يكون لونه مستحمر، يكون لونه مستحمر وقتها ما عادش نخاف على الطماطم نتاعي، ونبدا متاكده اللي الطماطم والثوم تقلاو بالكدا بالكدا مع بعضهم وما تحرقوش او ميم طون. توا هوني باش نحط اللحم، اللحم يلزم كي باش نحطوه تكون النار قويه، تكون النار قويه كيما قلت باش يتشمع باش ما يتيبش ويجينا مفتفت، باش اللحمه تبقى شبابه، مش نحطوا لحمه شبابه بعد اللي تمشينا في الطياب وما تعطيناش ريزلت مزيانه. باش نحط اللحم هكا، باش نحط قرن الفلفل الشايح، وباش نحط الرند. ديما نقول ونعاود نعمل شويه جو على اللون هذايا، انا هوني تو مزيان باش نحط الفلفل الشاي باش نغطيها، نحسب حتى تريج هكاكا، نخلي اكل اللحم نتاعي يتشمع وياخذ من هاك اللون وياخذ من هاك الزيت وياخذ من هاك البنه، جوست يتشمع شويه. انتم تخليو اكثر وقت، انا مانيش باش نخلي برشا، انتم في الدار ما تخافوش ما تحرقش ما حتى شيء خاطر اللحم هوني باش يبدا يسيب في الماء نتاعو، هوني انتم تخليوها من دريج لدريجين باش يتبنى هاك اللحم. من بعد بيان سور انتم تخليو دريج ولا درجين مش دقيقه كيفي انا، من بعد كي باش نحرك باش تشوفوا لون اللحم محلاه ما نستعجلوش. وهنا باقي رانا مازال ما نخليوش لا بصلنا لا ثومنا يتحرق، النار هكا فاغي ماني زدت كي حطيت اللحم، من بعد النقص. باهي، شنو عندي هنا بجنبي؟ عندي هنا بجنبي ماء يغلي، بيان سور ما نمرقو كان بالملاء ماء يغلي، والماء ديما على جنب الطنجره، اولا باش الحرف نتاع الطنجره ما يبداوش فيهم الماكله اللي باش تتحرق، وثانيا باش اللحم نتاعنا ما يمصادش كي نصبوا عليه الماء. وتوا هوني باش نصب الفلفل الاحمر، هنا عندي مغرفه فلفل احمر، اذا كانوا بقري والا دجاج تعملوا معاه نص مغرفه تابل وكروي. عملنا هنا اللحم علوش،
ما نحطولوش لا تابل ولا كرويه باش نحرك. هوني سي هوني انا متاكده اللي اللحمه نتاعي بنينه مشمعه، جوست باش نوريكم كيفاش لفاح يلصق في اللحم. شوفوا الفلفل الاكحل يظهر، الكركم يظهر، اللحمه يبدا لونها مزيان، ما تبداش بيضه هكا هكا. باش نخليه شويه، انتم بيان سور في الدار باقي في المرحله هذه قبل ما تمرقوا تخليوه يتشمع شويه، من بعد تمرقوا على جنب. شوفوا تو كي تبداو تمرقوا بالصحيح يبدا الزيت، الزيت نتاعنا موجود من اول ما قبل ما تصيب المقرونه نتاعنا، من قبل ما تصيب الصوص وهي قاره زيتها. هذاك هو الدليل على انه التقليه نتاعنا صحيحه وتيابنا للمقرونه صحيحه. كيفاش نمرقوا؟ نمرقوا للنيفو نتاع اللحم ما اكثرش، ومن بعد نبداو نتبعوا بشويه بشويه، مش لازم انها تكون تعوم وتغطس في الماء. معناها انا يلزمني اللحم ابين نبدا راه هوني. انتم كيما قلت قبل ما تمرقوا تخليوها تاخذ غلوه باهيه وهي مازالت شايحه شويه، من بعد بداو تزيدوا في الماء. شوفوا منظر اللحم، شوفوا البصله، شوفوا الفلفل الشايح والبصل كيما تراو فيها وكعلى جنب. انتم قبل ما تكملوا تمرقوا تخليوها في المرحله هذه دريجين، ومن بعد توصلوا كيما قلت لكم الماء لفوق اللحم بشويه هكايا باش نخليها تطيب. تو انا باش نخلي لها نار سله سله باش نغسلها في النار باش تطيب مزيان وتبقى تقرفك الزيت هذاك. من بعد ان شاء الله نكمل ونخلطوها، ومن بعد نوريكم الطياب ونوريكم التكنيك اللي طيبنا بها البتيفور، ونزينوا مع بعضنا خبز الهواء نتاع البارح. شكرا لك شيف أسماء. احنا توا باش وصلنا لفقره في الميزان، وسعيده جدا باستقبال السيده سميه بوغانم وهي قاضي اسره، وبالطبيعه مع السيده سميه اليوم باش نحكي في موضوع الحقيقه حساس شويه، لانه اليوم باش نحكيوا على الاطفال اللي يتولدوا خارج اطار الزواج. اهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بكم. يعيشك. الحقيقه تناولنا للمواضيع هذه كنا حكينا زاد على العنف ضد المراه، والحقيقه لقى تجاوب كبير برشا مدام سمية، وشكرا على تبسيطك للمعلومة، وعطيت زادة حتى الثقة لبرشا نساء باش يتكلموا، لأنه اليوم كما قلنا فما منظومة موجودة معناتها على ذمتهم باش في وزارة المرأة، كذلك فما آليات كبيرة باش تتحرك باش المرأة هذه تتكلم باش توصل صوتها. مهم برشا زادة اليوم هالفئة هذه زادة هالأطفال اللي يتولدوا خارج إطار الزواج، شنو كيفاش نجموا نتعاملوا معهم؟ كيفاش هالأمهات ينجموا يثبتوا حق أطفال هذوما؟ هو بالحق موضوع حساس برشا، خاطر قبل كانوا الأطفال المولودين خارج إطار الزواج منبوذين. معناتها ما نحبش أنا الكلمة اللي يتقال عليهم لقيت. نعم. طفل لقيت. دونك المشرع جاء وأعطاهم الحماية اللازمة باش يوفر لهم الآليات لكل اللي تحميهم، أبخيتو هما ما عندهم حتى ذنب، جاوا للدنيا. جاوا في خارج إطار الزواج، جاء في علاقة غير شرعية. هنا المشرع اعتمد معناتها استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل، مجلة حماية الطفل، أكدوا على حق الطفل في الهوية. الهوية إيش معناتها؟ عنده اسم ولقب خاص به. باش نبسط إيش معناتها؟ كي أول طفل يتولد نعملوا له مضمون ولادة. مضمون ولادة نشوفه اسم، لقب، تاريخ الولادة، مكان الولادة، سلسلة نسبية للأب، سلسلة نسبية للأم. هنا الأطفال المهملين في العناصر هذم ساعات تلقاها فارغة. للأسف ساعات تلقاها كلها فارغة. مثلا الأم تولد في السبيطار وتهرب. دونك ما عندنا حتى فكرة على أهل الصغير هذا، شكون أمه شكون أبوه. هل في بعض الحالات تعطي معلومات غلطة؟ هذاك شو كنت باش نقول لك، ساعات تعطي معلومات هوية غلطة، ما تعطيش بطاقة تعريف تاعها خاطر ما تحبش تستعرف به. هنا المشرع أعطى الأولوية للولي العمومي. الولي العمومي هو شكون؟ متصرف في مستشفيات، مقاول الأطفال، معاهد الطفولة، باش يتكفلوا بالصغير، هما يقوموا قدام المحكمة ويطالبوه باش يعطيوه هوية. هوية كسوسوا اسم، لقب، اسم البو والام كامل، ويعطيوها لقب. هنا شكون اللي باش يتدخل؟ عندك الام تنجم تتدخل، تنشوفوا الصور اللي بتدخل الام، عندك النيابة العمومية، عندك الولي العمومي، وعندك المعني بالامر كي يبلغ سن الرشد. كي يبلغ 20 سنة، مش سنة 20 سنة ينجم يتدخل. ناخذوا فرضية الام. الام هي دونك باش يخرج مضمون باسم
اسمه موجود باش تختار له هي اسم، اللقب اوبليغاتوارمون لقب الام، تاريخ ومكان الولاده منصوص، اسم الاب مش موجود خاطر هي ما تعرفش شكون بوه ولا تعرف، ويلزم اثبات وسلسله الام موجوده. دونك ش عندنا؟ عندنا الكاز تاع سلسله البو فارغه. قبل كانوا كي يوصل لسن الرشد يخرج بطاقه تعريف الشخص هذا المعني بالامر، يكتبوا له فلان بن فلانه معناتها باسم امه وياخذ لقب امه. معناتها كي تراها انت في بطاقه تعريف تعرفوا اللي هو ما عندوش بو. معناتها شوف نظره المجتمع كيفاش نظره صعيبه برشا. دونك باش نحميو هذا الكل، فرضيتين، اذا كان الام تعرف البو شكون فرضيه، وفرضيه ثانيه البو مجهول ما تعرفوش شكون. ناخذوا الفرضيه البو مجهول، تمشي للمحكمه وتقول نحب نسوي وضعيه ولدي من ناحيه سلسله الاب والاب ما تعرفوش شكون. المحكمه تعطيها هويه افتراضيه، معناتها تفترض اسم اب واسم جد للاب افتراضيين. مثلا نقول محمد بن عبد الله، ديما نحن ناخذ الاسامي اللي هي كورونت دارجه. دونك ناخذ محمد بن عبد الله واوبليغاتوارمون لقب الام في سلسله البو. دونك يتخرج مضمونه، تخرج مضمونه كامل. كيخرج بطاقه تعريف من بعد مش باش يعرفوا العباد اللي هو عنده هويه افتراضيه. وحتى ممنوع عليه ضبط الحاله المدنيه باش يكتب في باب ملاحظات اللي وقع اسناد هويه افتراضيه، الا اذا كان المعني بالامر يحب ياخذ بذاك باذن. دونك كي ترى المضمون كما هو تلقى سلسله الاب موجوده. دونك ماكش باش توصل انت تخمم اللي عنده هويه افتراضيه. صحيح. هذه الكل حمايه الشخص المعني بالامر. نقولوا فرضيه البو معروف، الام ما حبش يعترف الام تمشي للمحكمه وتطالبه بالاعتراف بالصغير. كان جاي هو واعترف وقال صغير هذاك ولدي وفاء بالاقرار بتاعه، نعطيوه الاسم واللقب وكل شيء تاع البو هذاك. كان البو قال لك انا ما عملتش حتى علاقه معاها ولا شاكك ولا تتبلى عليا ولا غيره، ولا تتبلى عليا. نعملوا تحليل لدين والقانون يلزم الاب باش يعمل تحليل ادين. نحن نعملوا تحليل لكن ما نلزموش على الاب باش يحضر، احتراما لحرمته الجسديه. هنا فما اتجاهات، فما اتجاه يقول لك لو فات هو ما مشاش وما عملش الاختبار، هذيك قرينه اللي هو ابوه، وهذه ما نمشيوش بها. الابوه بالقرينه هذه ما نمشيوش بها. دونك ما نفرضوش عليه باش يمشي يعمل تحليل. فرضا عمل تحليل وثبت اللي هو ولده، دونك ما فماش حتى اشكاليه، نعطيه الابوه بتاع الشخص هذا. ثبت اللي هو تحليل نيجاتيف اللي هو ماهوش بوه، دونك ماهوش بوه. إذا كان ما يمشيش هو يعمل تحليل، المحكمة تعتمد قرائن أخرى، أدلة أخرى باش تعتبر شخص هذاك هو البو. النيابة العمومية زادة كيف كيف تنجم النيابة وكل الجمهورية من تلقاء نفسه كي يجيه تقرير من ضابط الحالة المدنية يقول له راهم الأشخاص هذم ما عندهمش مضامينهم ناقصة، سلسلة البو ناقص، سلسلة الأم ما فماش، ما عندوش لقب. هنا النيابة تقوم بقضايا في تسوية وضعيات المضامين هذوما. ينجم الشخص المعني بالأمر صاحب الرسم الولادي صاحب المضمون كي يعمل 20 سنة يقوم هو ويصح يقول كسوة أمه معروفة يعمل تحليل أديان مع الأم ولا تحليل أديان مع البو. كان ما همش معروفين الزوز ياخذ هوية افتراضية سواء للأم ولا سواء للبو. دونك هكايا نوفروا حماية لك الصغير هذاك باش عنده توازن نفسي، باش كي يكبر شوية ويرى مضمونه لا هو ناقص ولا يتكلموا عليه العباد، دونك هذاك باش يحس في نفسه وتولي برشا عقد وباش باش يأثر على نفسيته. دونك من أثار هذايا باش تولي البو، نحن هذه بنوة طبيعية نسميوها، أب طبيعي ما هوش نسب. نسب حاجة أخرى، نسب نربطوها ديما بالعلاقة الزوجية الثابتة. نعم. دونك هذا مولود خارج اطار الزواج، جاي البو قال هذا ولدي، نعطيوه ابوه طبيعيه. شنتج عنه؟ عنده الحق في النفقه. دونك البو هذاك ملزم باش يعطيه نفقه، والام والحضانه والولايه توسكيهم هذا الكل من حق الصغير. لكن ما عندوش نسب، ما عندوش لقب، ما يدخلش في الارث. في الارث في الارث ما يدخلش. هذاك الفرق مع النسب. النسب يورث بوه، في الابوه ما يورثش بوه. مهم برشا هذايا نفرقوا بيناتهم حتى دونك هذاك علاش اما عنده يبقى عنده الحق في النفقه، في الرعايه، في الولايه، في الحضانه، في كل شيء
إلا النسب. مهم برشا. فما زاد الزواج على مش الصياغه القانونيه، بخلاف الصياغه القانونيه، بخلاف الصياغه القانونيه كما هذايا في بعض الحالات الحقيقه، خاصه التوانسه يمكن اللي عايشين في الخارج في الخليج وغيره، وفما بالفاتحه وفما اللي يقراوا بالعرفي وكل، كيفاش يتم عمليه بالنسبه للاطفال نفس الحكايه؟ هو هذوما ما يتطرحش، ما ينطبقش عليهم قانون 98. علاش؟ خاطر نعتبروهم زواج فاسد. مهم برشا باش نوضح الزواج الفاسد هذا، خاطر الزواج الفاسد شنو اللي هو؟ ما احترمش الشروط الشكليه الموجوده في مجله الاحوال الشخصيه. نعم. حجه رسميه، عدل الاشهاد، الشهود، هذوك دونك نعتبروه زواج فاسد. ومجله الاحوال الشخصيه اعتبرت الابناء المولودين في اطار زواج فاسد عندهم الحق في النسب. دونك القانون 98 ما ينطبقش عليهم، خاطر النسب، النسب كأنه ثابت بوجود قرينة الزواج، سواء زواج صحيح أو زواج فاسد. ما تقعد باش أنت تثبت إلا هذاك ينجم زواج موجود، يجي البو يقول لك أنا شاكك فيه، شاكك في النسب تاع ولدي هذا، رغم اللي موجود علاقة زوجية. نعم. ما بينه وبين المرأة زواج فاسد ولا باطل. هنا نجموا نمشيوا لتحليل الأديان. تحليل الديان اللي هي مالغري اللي مش موجوده في النسب، لكن عملناها قرينه طريقه علميه صحيحه 99% ديجا في التحليل يجيك 99.99%. دونك طريقه علميه صحيحه باش نثبتوا بها الا هذاك فما رابطه بيولوجيه بين الابن والبو هذاك. باهي سيده سميه، يمكن قديش تاخذ وقت الاجراءات للاثبات؟ يمكن حتى ناخذ فكره خاصه في المحكمه وكل اجراءات اثبات النسب. لا، اذا كان ما فيما يخص الهويه الافتراضيه ما فيها حتى شيء، جوست مطلب تتقدم للضبط الحاله المدنيه وما فماش حتى صعوبه ولا شكليات ولا ما فماش، الا في صوره باش نعملوا تحليل اديان ويجي البو ما يعترفش بالصغير ولا ينكر فيه، وقتها ندخلوا اجراءات الاديان. وزاد اجراءات الاديان ما تبطاش برشا، جوست نعرضوه على الطبيب والطبيب يبعث لنا تقريره ويقول لنا هذاك ابوه ولا لا، معناتها الاجراءات كلها اجراءات مبسطه وينجم المعني بالامر يقوم بها حتى بغير محامي، جوست فما ارشاد قضائي في المحكمه يعطيه الاجراءات والاوراق اللازمه. نعم. ويقومها بيقومها وحده. هذا كل تبسيط الاجراءات. نعم. باش يوصل كل واحد يبدا عنده حق في الاسم واللقب. نعم. يبدا مضمونه كامل واموره قانونيه. شكرا لك مدام سميه، يعطيك الصحه. انت يعطيك الصحه على الموضوع الحقيقه المهم برشا، على خاطر مهم هكا نفهموا الاجراءات هذه الكل ونبسطوها للساده المشاهدين. احنا تو باش نمشيو لنغم بصوت عدنان الشواشي، وبعدها موعدكم اليوم مع فقره اليوغا بالاشتراك مع وزاره الهند في تونس. بحبك عمري عمري ما نفيت، بحبك عمري يا عمري ما نفيت، حبيت مرة مرة ناري حرة مرة، حبيت مرة مرة ناري حرة مرة، حسيت جمرة والنعاوي تانية يتسب، يا ناري
ناري يا ناري يا ناري ما يعرفش الحب يا ناري ما يعرفش الحب myself Dehram Teacher of Yoga at Embassy of India Tunisia عسلامة بكم مرة أخرى اسمي ديرام أستاذ خبير في تدريب اليوغا مع سفارة الهند في تونس and today we will present yogic management of slipped disc and sciatica حصة اليوم باش تتركز على تمارين على الجزء السفلي للظهر من جهة العمود الفقري وعرق النساء slipped disc is the problem of the lower back mostly it happens in your lumbars L4, L5, sometimes it happens in the sarcolic region also of the lower back. حصة اليوم باش تكون للجزء العمود الفقري السفلي من الجهة اليمنى الأربطة من الجهة اليمنى L4 L5 ومن الجهة اليسرى الأعصاب السياتيك. So our vertebrae are like that, they stuck like this and inside the vertebrae there are discs and they connected with the muscles. العمود الفقري نتاعنا متكون من فقرات متشابكه so from the bad postures or without knowing you can you lift the weight that reason it can happen there are other many reasons also of the slipped disc الجزء السفلي للظهر نجم محافظة عليه وقبل ممارسة بعض التمارين يجب استشارة طبيب مختص في لمعرفة اسكو نجمو نعمل التمارين هذه والا لا So there are some yoga program for the slipped disc and sciatica. We will present now. اليوم باش نقدموا لكم تمارين للجزء السفلي للظهر وعرق النساء. You need to consult with medical doctor, medical professional before practicing these postures. كما قلت لكم يجب استشارة طبيب باش نسألوه إسكو نجمو نعملوا الحركات هذه وإلا لا. So please keep in the mind all the times consult with the medical professionals. ديما نحطوا في مخاخنا اللي لازم نستشيروا طبيب قبل ما نعملوا الحركات هذه. In the slip disc and in the sciatica problem, always you need to sit in the this Vajrasana posture. Don't sit in the cross leg posture. اللي عنده مشاكل في أسفل الظهر من المستحسن نقعدوا في الجلسة هذه على الركبتين ونتفاديوا إنه نربعوا الساقين متاعنا. And don't do so much forward bending. When you do forward bending, your problem of the slip disc can happen so much. ونتجنبوا نعملوا الكثير من الحركات إلى الانحناء إلى الأمام. So let's start doing some postures. Please open your both the legs. نبدأ بعض الحركات نحلو ساقينا. زوز. Always consult with the doctor before the practice. ديما قبل ما نبدأ الممارسة نستشير طبيب. Both palm on the knees.
الركبتين على الايدين على الركبتين. When you don't have so much pain, that time you can practice. تبدا عندك ما عندكش برشا الام تنجم وقتها تبدا الممارسه. Slowly raise your both hands up with inhale. شهيق نرفع اليدين الى الاعلى. Then twist your trunk to the left. دور العمود الفقري الى اليسار. Place your both hand down. حط اليدين على الارض. Exhale and go down. Try to bring your nose between the both hands. زفير نحاول نجيب الرأس نحو الأرض. Stay there for some moments. نقعد لهنا إلى بعض ثواني. Deep breathing continue from the nostril. مع مواصلة التنفس. After holding for 10 to 15 breath, slowly come up with inhale. بعد ما نقعد لهنا من 10 إلى 15 ثانية زفير شهيق إلى الأعلى. Stretch your hands up. مدد الذراعين إلى الأعلى. Twist your body to the right. نعاود من الجهة الأخرى نحط اليدين على الأرض. Exhale and go down. زفير نهبط الرأس على الأرض. Bring your nose between the both hands. حاول نجيب الأنف بين اليدين. Stay there for some breath. نقعد لهنا ونتنفس. And after holding for 10-15 breath, you can come up. بعد ما نقعد لهنا من 10 إلى 15 تنفس. And place your both hand on the knees. حط اليدين على الركبتين. So these movements they stretch your back and then make stronger your lower back. حركات هذه تقوي عضلات الظهر وخاصة الجزء السفلي للظهر. Now we will perform some more postures. So نعملوا بعض الحركات الأخرى. Lie down on the mat on your back. نتكيو على البطن. Stretch your hand front. نمدد الذراعين إلى الأمام. So this posture is beneficial for the sciatica and slip disc both. هذه الوضعية مفيدة إلى عرق النسيج وأسفل الظهر. But keep in the mind, always consult with medical professionals before performing. ديما حاولوا نستشيروا الطبيب قبل ما نعملوا الوضعيات هذه. Slowly bring your hands close to the shoulders. طيب شوية نجيب اليدين الزوز قرب الكتفين. And keep your palm elbows down. حط الكفين على السجاد. Lift your body up. You don't need to lift your body maximum. That is the limit. After holding 10 to 15 breaths, you can relax down. زفير نهبط اللوطة. And relax in the makrasana. نستريح في وضعية هذه. How to do makrasana? Your right palm on the left shoulder, left palm on the right shoulder. وضعية التمساح. And your legs are open. نحط اليد اليمنى على الكتف اليسرى واليد اليسرى على الكتف الأيمن. Your both the heels facing to each other. الساقين من برا قابلين بعضهم. And your chin resting between the wrist. الذقن في الوسط. You can stay in this posture for a long time, like 5 minutes, 10 minutes. لازم نقعد في الوضعية هذه من 5 إلى 10 دقائق. This posture gives relaxation to your back. هذه الوضعية مريحة إلى أسفل الظهر. And it's beneficial for your lower back. باهية للجزء السفلي للظهر. After some time you can perform next posture. طبعا بعد الوقت نجم نتعدل الوضعية من بعدها. سلباسن. وضعية نصف الجراد. Locust posture. نصف الجراد الوضعية. So place your both palm under your thighs. نجيب اليدين تحت الفخذين. With inhale lift your right leg up. شهيق نرفع الساق اليمنى إلى الأعلى. Don't bend your knee. حاولوا ما نثنيش الركبة. Lift maximum up. حاول نطلع الساق اليمنى إلى الأعلى. Deep breathing continue from the nostrils. مع شهيق وزفير متواصل. Feel the stretch on your lumbars. نحاول نحس بالحركة على مستوى الأربطة. After holding 10 to 15 breath, you can put your leg down. بعد 10 أو 15 تنفس نهبط ساقي. After performing from one side, you can perform from other side also. طيب نعمل من الجهة الأخرى. So lift your left leg up with inhale. شهيق نرفع الساق اليسرى إلى فوق. Try to keep your knee straight and lift your leg maximum up. نحاول نخلي الركبة مستوية ونحاول نهز الساق فوق لماكسيمم. Hold for 10 to 15 breath. نحاول نقعد لهنا من 10 إلى 15 شهيق وزفير. And then slowly you can put your leg down. شوية نهبط ساق اللوطة. You need to perform these postures maximum 5 times. مستحسن ممارسة هذه الوضعية 5 مرات.
and after the consultation of the medical professional you can perform with the both legs also بعد استشارة الطبيب نجمو نعملو هذه الوضعية بكلتا اليدين so lift your both legs up with inhale شهيق نرفع كلتا الساقين الى فوق keep your knees straight نحاول نخلي ركبتين مستويتين deep breathing continue from the nostril شهيق وزفير عميق After holding 10 to 15 breaths, حاول نقعد هنا من 10 إلى 15 شهيق وزفير. You can bring your legs down. زفيري هبتقي الزور. And stretch your hands front. جيب مد الذراعين إلى الأمام. So this posture makes your back stronger. هذه الوضعية مفيدة لتقوية الظهر. It also massages your lower abdominal organs. زاد به للجزء السفلي كما قلنا للظهر والعمود الفقري. It also massages the reproductive organs of the females. الوضعية زاد به لمستوى العمود الفقري السفلي من الجهة اليمنى واليسرى. And it also removes the fat from the lower part of the body. After performing this posture, you can slowly bring your hands close to the shoulder. طبعا نجيب اليدين الزوز قرب And you can come in this posture. This posture is called tiger posture. Slowly lift your right leg up with inhale. Then bend your knee and bring your toe behind side of your head. Stay upside and toe more close to the head. After holding 10 to 15 breaths, slowly bring your knee close to the nose. طب شوية زفير نجيب الركبة نحو الأنف. Don't touch your toe to the mat. حاول نمسش القدم اليمنى على السجاد. Stay there for some breaths. نقعد لهنا لبعض الثواني. And after some time, you can place your knee down. طب حضرتك. After performing from one side, you need to perform from other side also. طب شنعمله من الجهة الأخرى. So slowly lift your left leg up from the behind. مدد الساق اليسرى إلى الوراء. Bend your knee. نثني الركبة اليسرى. And make arch in the back, see upside. حاول نقوس الظهر. Stretch maximum up. Perform deep breathing from the nose. مع شهيق وزفير عميق. Then slowly bring your nose, your knee close to the nose. طب شوية نجيب الركبة نحو الأنف. Hold مع زفير. نقعد لهنا. Deep breathing. شهيق وعميق زفير عميق. Don't touch toe to the mat. حاول ما تمسش القدم اليسرى على السجاد. And then slowly you can put your knee down. So these posture you can perform maximum 5 times. هذه الوضعية نجم ممارستها 5 مرات من كلتا الجهتين. And after consultation with the doctor, you can progress a little bit more. بعد استشارة الطبيب نجم ممارس هذه الوضعية أكثر من 5 مرات. You can perform one breathing technique also for the back. It makes balance between the nervous system. نجم توان تبقو تقنية تنفس لتحقيق التوازن. So this balance technique makes balance between the sympathetic and parasympathetic nervous system. هذه التقنية التنفس تحقق التوازن في الأعصاب والجهاز العصبي. You need to inhale from left nostril, then exhale from right, and after inhale from right, exhale from left. نتنفس نعمل شهيق عميق من الجهة اليسرى للأنف، نسكر جهتين ثم زفير من الجهة اليمنى للأنف. So adopt Nasigakra Drishti, Nasigakra Mudra. First two finger between the eyebrows, ring finger on the left nostril, thumb on the right nostril. نجيب الوسطى والسبابة والوسطى بين الحاجبين الإبهام على الجهة اليمنى Inhale from left and exhale from شهيق right شهيق من الجهة اليسرى نسكر الجهتين Then inhale from right, exhale from left زفير من الجهة اليمنى ثم شهيق من الجهة اليمنى Continue alternative breathing وزفير من الجهة اليسرى نواصل عملية التنفس هذه After performing 2-3 minutes, you can make little bit more up, more advanced. You can hold breath inside. Inhale, hold, then exhale. بعد ممارسة هذه التقنية بكثرة نجمو نشد نفس متاعنا أكثر. So you can make a ratio of 1-1-1. Inhale, hold, and exhale. نجمو نقومو هذه بعملية التنفس هذه بطريقة متعادلة. You can perform this breathing in the sciatica and slip disc both. نجم نقوم بممارسة هذه التقنية بالنسبة لعرق النساء. So don't do forward bending in the this sciatica and slip disc problem. نتجنبوا الانحناء إلى الأمام بالنسبة للمشاكل هذه. And don't sit in the cross leg posture. ونتجنبوا الربع ساقين.
always sit in the vajrasana. If you feel problem in the vajrasana, then adopt other posture with the support. ديما نقعدوا في الوضعية هذه باش نتجنبوا الألم. Thank you very much for joining to this session. See you for the next session. شكرا على المشاهدة ونستناكم في الحلقة الجاية. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. بتبيع هذه فقرتنا لليوغا، الفقرة اليومية معنا كل يوم عندكم إذن مثنين لجمعة، فقرة لليوغا مع ديران وكذلك سيرين اللي تشاهدوها معنا يوميا. إن شاء الله الفقرة هذه تنال إعجابكم، على خاطر الحقيقة فقرة مهمة مهمة للغاية، ونعرف قداش مهم اليوغا بالنسبة لسلامتنا خاصة وصحتنا. احنا توا باش نمشي مع نغم، وبعد إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا آية بكري المختصة في صناعة الصابون، ومع آية إن شاء الله باش نشوفوا الصابون المغربي لكن على الطريقة التونسية كيفاش نحضروه في الدار.